هاي everybody, how are you؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده جايين نتعلم حاجه، احنا عايزين نعرف ازاي نحسب مقاطع الكلمه. الجزئيه دي موجوده في سنه ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي، فيا ريت بقى يجمعوا معايا كده ويساعدوني في ان احنا نتدرب عليها. انا هحسب المقاطع ازاي بطريقه بسيطه وسهله جدا. الفكره كلها ان انا بجيب ايديا كده وببتدي احطها تحت دقني وببتدي انطق الكلمه. ايديا مش بتبقى لازقه قوي في دقني كده ومش بتبقى بعيده، هي بتبقى لمسه دقني، لمسه خفيفه كده، وبعدين ببتدي انطق الكلمه. في كل مره دقني بتخبط فيها في ايدي يبقى ده كده معايا مقطع. زي ايه؟ تعال نجرب كده كلمات زي كلمه شوب. ها شوب، انا دقني خبطت في ايدي مره واحده، يبقى الكلمه دي مكونه من مقطع واحد، one syllable word، كلمه مكونه من مقطع واحد. طيب لو جربنا مثلا كلمة زي كلمة cat، cat برضو خبطت خبطة واحدة يبقى مقطع واحد. طيب نجرب بقى، وابتدوا كده اتدربوا معايا وجربوا معايا الأجزاء اللي أنا بتكلم فيها دي. يعني ابتدي نحط ايدينا كده وابتدي انطق لي الكلمة اللي جاية دي. الكلمة اللي جاية دي اسمها ايه؟ اسمها internet. internet، يلا ها internet. يبقى كده 3 syllables، 3 مقاطع، ان انا دقني خبطت في ايدي 3 مرات. برضو اعمل كده وابتدي اقول cell phone، cell phone مرتين، دقني خبطت مرتين يبقى الكلمة دي من مقطعين. برضو الكلمة اللي جاية دي يلا كده نبتدي نقول information، 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 ها 4 syllables، 4 مقاطع. يبقى انا كده النهارده اتعلمت ازاي احسب المقاطع بطريقه بسيطه جدا، والمقاطع دي بتفيدني اكتر كمان في حفظ الكلمه، ان انا اقدر احفظ الكلمه كويس، وان انا اقدر اقسمها واجزأها واقدر اقراها كويس واحفظها كويس. هستنى بقى في الكومنتس تكتبوا لي كلمات من المناهج عندكم، كمان الناس بتوع تانية وتالتة والأكتر من كده، كمان كلمات عدت علينا وابتدينا ان احنا نحسب المقاطع بتاعتها. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، و thank you، good bye.